السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رانيا أبو النجا من 5 ميديكس، وهنكمل مع بعض بإذن الله بقية محاضرات الفسيولوجي في مديول السي إن إس، وهنكمل كلامنا عن الإكوليبريم اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت. قلنا إنه إحنا عندنا اللابيرنث أو الإنر إير كانت بتنقسم إلى الأوسيوس لابيرنث والممبرينوس لابيرنث، والأوسيوس كان بينقسم إلى النان أوديتوري أوسيوس لابيرنث والأوديتوري أوسيوس لابيرنث، والممبرينوس كان كمان لنفس التقسيمة النان أوديتوري والأوديتوري. النون اوديتوري اوسيوس لابيرنث كان عندنا بيتمثل في الفيستيبيول والثري سيمي سيركولار كانالز، والاوديتوري اوسيوس لابيرنث كان عندنا بيتمثل في الكوكليا. بينما في النون اوديتوري ميمبرينس لابيرنث كان بيتقسم عندنا الى اليوتريكال والساكيول والثري سيمي سيركولار داكت. لاحظ معايا انه عندنا هنا كده دي الانتيرور او السيبيريور سيمي سيركولار داكت، ودي البوستيرور سيمي سيركولار داكت، ودي اللاترال او الهوريزونتال سيمي سيركولار داكت. لاحظ معايا انه اللاترال سيمي سيركولار داكت دي مش واقفه هوريزونتال، مش ماشي مع الديد هوريزونتال بلين. هو لو كده حطيت كده الهوريزونتال بلين كده هلاحظ انها مرفوعه عنه بزاويه 30 درجه. المعلومه دي مهمه اكلينيكيا في شغلك كدكتور، وهنقولها باذن الله واحنا ماشيين في المحاضره. بعدين عندنا الاوديتوري ميمبرانس لابيرانث كان بيكون بيتمثل في الكوكليار داكت، وقلنا ان احنا هنختص كلامنا عن النون اوديتوري لابيرانث. قلنا عندنا الاستراكشر والفانكشن يونت بتاع النون اوديتوري لابيرانث كان بينقسم عندنا الى الماكيولا والكريستا امبولاريس. الماكيولا اتكلمنا عنها بالتفصيل الممل في المحاضره اللي فاتت، والكريستا امبولاريس كنا بالفعل بدانا الكلام عنها. قلنا في الإكوليبريم إن إحنا هنتكلم عن أربع مواضيع كبار. أول موضوع منهم كان عبارة عن الماكيولا، والماكيولا الحمد لله تمكن إن إحنا نخلص كل المواضيع اللي فيها، اللي كانت عبارة عن الميكانيزم أوف أكشن أوف الماكيولا والفانكشنز بتاعت اليوتريكال والساكيول والديفرنس بتوين اليوتريكال والساكيول. وبعدين دخلنا على تاني أكبر موضوع عندنا كان عبارة عن الكريستا أمبولاريس، وده كان بينقسم الى خمس مواضيع فرعيه. اتكلمنا عن الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكريستا امبولارز بالتفصيل، والفانكشنز بتاعت السيمي سيركولار كانال، والمود اوف اكشن اوف السيمي سيركولار كانال ديورينج الروتيشن. كانت بقى عندنا الاستيمولانس بتاعت السيمي سيركولار كانال والافكتس اوف السيمي سيركولار كانال ستيميوليشن، ودول باذن الله هنكملهم في محاضره النهارده، ونكمل بقيت او نكمل الموضوعين الكبار التانيين اللي عندنا في المحاضره. نبدأ بالستيمولانس بتاعت السيمي سيركولار كانال. أول حاجة عندنا اللي هي الأنجولار أكسليريشن اللي هو الروتيشن، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في المحاضرة اللي فاتت. من ضمن الحاجات اللي أنا بعمل بيها الستيمولانس للسيمي سيركولار كانال هو الروتيشن، إن أنا أبدأ الدوران، وده كان في جزء بتاع المود أوف أكشن أوف السيمي سيركولار كانال ديورينج الروتيشن، شرحناه واتكلمنا عنه بالتفصيل الممل في المحاضرة اللي فاتت. تاني حاجة عندنا هي عبارة عن الكالوريك ستيميوليشن اللي هي تيارات الحمل. بيقول لك الإريجيشن أوف الإكسترنال إيد وذ هوت ووتر اللي هو بيكون درجة حرارته 44 درجة ثلوجية، أو الكولد ووتر. بيظهر عندنا كونفكشن كارنت اللي هي معنى تيارات الحمل within the endolymph as a result of the temperature difference، وبيحصل ستيميوليشن للسيمي سيركل كانال. يعني إيه الكلام ده؟ وفيها دكاترة، احنا عندنا تيارات الحمل او فكرة تيارات الحمل دي بنشبهها بفكرة المكيف والدفاية. احنا عندنا المكيف، انتوا عارفين ان هو بيبرد الهواء، وان الجزيئات لما بيتم تبريدها بتنكمش، يعني بتزداد الكثافة بتاعتها، فبتبدأ انه يزداد الوزن بتاعها فتبدأ تسقط للأسفل. معناها عشان كده احنا حاطين المكيفات فوق عشان الهواء البارد يقع علينا من فوق لتحت، نتيجة ان وزنه بيزداد او الكثافة بتاعته بتزداد. بينما الدفايه او الهواء بتاع الدفايه لانها بتعمل له تسخين بتسخنه، احنا عارفين المواد لما بتتسخن بتتمدد فبتقل الكثافه بتاعتها، فلما تقل الكثافه بتاعتها بتبدا انها تطلع لفوق. فعشان كده الدفايات بتتحط على الارض عشان تطلع لنا الهواء السخن من تحت لفوق. فانت لو ملاحظ معايا اللي هي الكونفكشن كارنت او اللي هي تيارات الحمل دي بتحصل في شكل فيرتيكال، يعني انه الهواء الساخن او البارد بيطلع وبينزل في شكل فيرتيكال مش في شكل هوريزونتال. فانت بتعمل ايه؟ الكلام ده يفيدك في ايدك يا دكتور. انت دلوقتي لما تحب انت تعمل ستيميوليشن للسيمي سيركولار كانالز بتاعت البيشنت عن طريق الكالوريك ستيميوليشن، اول حاجه هتجيب عندك العيان هتنيمه على السرير. بعد ما بتنيمه على السرير، انا قلت لكم معلومه في الاول انه الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال مش ديد هوريزونتال، بتبقى مرفوعه شويه عن الهوريزونتال بلين بزاويه 30 درجه. طب انا دلوقتي لما نمت البيشنت على السرير بقت الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال في وضع فيرتيكال، صح؟
طب انا اقوم عامله ايه في العيان؟ اقوم جايه رافعه السرير 30 درجه، ارفع السرير 30 درجه، ارفعه ليه؟ عشان تبقى عندي الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال ديد فيرتيكال، تبقى فعلا في الفيرتيكال بلين. وليه انا عايزاها في الفيرتيكال بلين؟ عشان تيارات الحمل ما بتحصلش غير في الفيرتيكال بلين، ما ينفعش تحصل في الهوريزونتال بلين ابدا، لازم تحصل من فوق كده لتحت، مفيش تيارات حمل كده خالص، تيارات الحمل من فوق لتحت. بعدين تجيب ايه؟ تجيب قطنه تحط فيها ميه سخنه، بتكون درجة حرارة المية لازم تختلف عن درجة حرارة الجسم، بتزي إما زائد 7 يا إما ناقص 7، يعني إما 44 درجة يا إما 30. 30 ده طبعا هو مية ساقعة، بتحطها في ودن العيان. نفترض إن دي الودن اليمين، لما تحطها في الودن اليمين تبدأ الحرارة تنتقل. طبعا درجة حرارة جسمك كده أبرد من درجة حرارة المية، المية دلوقتي أنت حطيت مية سخنة درجتها 44، فدرجة حرارة جسمك أنت أبرد، فتنتقل الحرارة من الجسم الساخن للجسم البارد، يعني تنتقل من القطنة لهنا لك انت يعني. فلما المية هنا او الاندولينف يبدأ يسخن، يعني ترتفع درجة حرارته، هيبدأ يعمل ايه؟ يطلع لفوق. احنا اتفقنا ان اي حاجة سخنة بتطلع لفوق، بتقل كثافتها بتطلع لفوق. فشوف لما تطلع معايا لفوق هتعمل ايه؟ هتقوم جاية زقة على الكوبيولا اللي هتزق الهير سيلز ناحية اليوتريكال، فمعناها كده حصل عندي ستيميوليشن، ستيميوليشن للهوريزونتال سيمي سيركولار كانال، فالعيان هيحس ان هو بيلف ناحيه اليمين. احنا اتفقنا ان احنا كده هنا في الرايت اير، فيجي العيان يقول لك انا يا دكتور حاسس ان راسي بتلف، ولو دققت اكتر هي او لو سالته بتلف ناحيه ايه يقول لك حاسس ان انا بلف بدور ناحيه اليمين. دي معناها الكالوريك ستيميوليشن. ونفس الكلام لو طبقته في الاذن اليسار. طيب انا دلوقتي جبت ميه بارده اللي هو ميه درجه حرارتها 30، معناها انه درجة حرارة جسمي انا اسخن، فالحرارة تنتقل من اذنك انت او من الاندولينف بتاعك للقطنة اللي بره، فمعناها هتبدأ الاندولينف يبرد، فلما يبدأ يبرد يبدأ ينزل لتحت صح، فيزق الكوبيلي away from the utricle، فمعناها هيحصل hyperpolarization او inhibition. طب هل كده معناه ان العين مش هيحس بحاجة؟ لا، انت خلي بالك معايا انه الرايت اير، الرايت اير ده هي اللي حصل فيها inhibition، فمعناها انه الديستشارج من الليفت اير بعد ما كان ايكوال من البوث ايرز بقى اكتر من الليفت اير. فعيان يقول لك انا حاسس يا دكتور ان انا دايخ، تقول له طب انت حاسس او انك دايخ او حاسس بالدوار ناحيه ايه؟ هيقول لك ناحيه الشمال، كان الليفت راسي بتلف ناحيه اليسار. ليه؟ ده نتيجه انه حصل انهيبيشن في الرايت هوريزونتال سيمي سيركولار كانال، بينما في الاذن الليفت بدا الديستشارج طبعا يكون منها اعلى بعد ما كان ايكوال، فحس العيان ان هو بيلف ناحيه الشمال. دي فكره الكالوريك استيميوليشن. طب احنا ليه بنعملها للعيان؟ احنا بعض الناس بيبقوا يعني محتاجين ان احنا نشوف، او بعض في بعض الاشغال زي مثلا زي قلت لكم لاعبين الباليه وكده، قبل ما بناخدهم ندربهم لازم نعملهم اول حاجه اختبارات، هل هو فعلا قادر على انه دوران، لانه في ناس ما بتستحملش الدوران اصلا، او ما ينفعش اصلا هو يخش في الحاجات اللي الشغل فيها لازم حاجات فيها روتيشن، عشان كده بندخلهم في الاختبارات ده واحنا بنعملها لهم احنا في العياده. الكالوريك استيميوليشن يا دكاتره بتاع السيمي سيركولار كانال ممكن دكتور الانف والاذن والحنجره يعملوا للعيان عن طريق الخطا. يعني ايه؟ دلوقتي بعض العيانين بيكون عندهم في الاكسترنال اوديتوري كانال، احنا عارفين بيبقى فيها واكس، احيانا الواكس او الشمع اللي فيها ده بيبقى زايد شويه، فبيبقى يعيق عمليه السمع عند العيانين دول. فلما بيروحوا لدكتور الانف والاذن والحنجره عشان ينظف ايه او يعمل لهم تنظيف الاكسترنال اوديتوري كانال، لازم الدكتور يخلي باله ان درجة حرارة المية او الحاجة اللي بنضف بيها الودان دي ما تكونش ازيد من درجة حرارة الجسم ب7 درجات او اقل من درجة حرارة الجسم ب7 درجات، يعني ما تكونش 44 وما تكونش 30 او اقل. طبعا لازم يحاول انه درجة حرارة المية تكون مناسبة، والا لو كانت درجة حرارة المية اعلى من درجة حرارة الجسم ب7 درجات، العيان هيقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا دايخ، يعني واثناء عمليه تنظيف الاكسترنال اوديتوري يقول لك الدكتور انا حاسس ان انا دايخ، حاسس بدوخه، وحتى ايفن ان هو ممكن كمان يحصل له فوميتنج. فضروري جدا ان يشتغل دكتور انف واذن وحنجره ياخد باله من النقطه دي. الصوره دي يا دكاتره بتوضح لنا انه الهوت ووتر بتعمل استيميوليشن للسيمي سيركولار كانال اوف ذا سيم سايد، بينما الكولد ووتر بتعمل استيميوليشن للسيمي سيركولار كانال اوف ذا اوبوزيت سايد، والكلام ده احنا شارحين الميكانيزم بتاعه. نكمل مع بعض. تالت حاجة عندنا الجلفانيك استيميوليشن، اللي هو بيكون عبارة عن جهاز كده بيكون بيطلع كهرباء،
الجهاز ده بيبقى طالع منه أسلاك كده، بنحط زي حزام كده على رأس العيان، وبتكون في جزء معدني كده بنحط، بيكون محطوط على الماستويد بروسيس، فبينتقل التيار الكهربائي. انت طبعا بتظبطه على فولتج معينة ولازم تكون له فولتج، بينتقل التيار ويروح للقطعة المعدنية دي، فينتقل من الماستويد بروسيس للانر اير، فساعتها هيحصل ستيميوليشن للسيمي سيركولار كانال. الجلفانيك ستيميوليشن ده، او انك بتعمل ستيميوليشن للسيمي سيركولار كانال عن طريق الكهرباء، ده بيشغل لك الثري سيمي سيركولار كانال اللي هي الانتيرور والبوستيريور واللاترال. فده بيكون احساس شبه فظيع، يعني تحس انك بتدور في جميع الاتجاهات. عشان كده لازم يكون الفولتج فيه تكون لو فولتج، عشان العيان ما يجلوش صدمة كده. او انت عارف انه حتى ايفن احنا لما بنركب الالعاب اللي في الملاهي، لو دورتنا في اكتر من اتجاه يعني بتبقى لعبة عظيمة بقى، وكل الناس بتقعد تتكلم عنها، ما بالك بانك تحس انك بتدور في كل الاتجاهات، بيبقى احساس طبعا فظيع. يعني رابع حاجة عندنا اللي هي الموشن ثيكنس، اللي هو بنقول عليه دوار البحر او دوار الحركة. يعني عندك بعض الناس لما بتركب السيارة او الطيارة او اي حاجة بتتحرك كتير ما بيكونش طبعا متعود، فبيقول لك انا حاسس ان انا دايخ، وايفن برضه بيحصل له فوميتنج زي ما احنا شايفين كده، ويبقى يعني يوم بالنسبة له يوم بهدلة خالص. الموشن ثيكنس او الحركة الريبتيتيف ستيميوليشن بتاع السيمي سيركولار كانال بسبب الحركة المستمرة دي، بيؤدي الى شعور العيان بانه بيحصل له روتيشن او دوار. يعني خامس حاجة عندنا اللي هي الديزيزز بتاعة الانر اير. اي ديزيز بيصيب الانر اير ممكن ان هو يعمل ستيميوليشن للسيمي سيركولار كانال. مش المفروض ان الروتيشن ده بيكون عبارة عن سنسيشن، واحنا عارفين السنسيشنز كلها بتوصل للسيريبرال كورتكس، وكل باثوي او كل سنسيشن بيكون ليه الباثوي بتاعه ممتد من اول الريسبتور لحد الكورتكس فوق. فاي حاجه تعمل الريتيشن على طول الباثوي ده اللي هو من الانر اير لحد الكورتكس على طول الفيستيبولار باثوي، على طول بيحصل لك احساس بالدوار. اي حاجه تعمل استيميوليشن على طول الباثوي ده تخليك تحس بالروتيشن، تحس ان انت راسك بتلف ودايما تحس بدوخه. العيانين دايما اللي عندهم مشكله في الفيستيبولار اباريتس بيبقوا دايما يشتكوا بالدوخه، دايما عندهم دوخه. زي عندنا لابيرنثايتس اللي هو التهاب الاذن الداخليه، الفيستيبولار نيورايتس اللي هو بيكون التهاب في العصب الثامن او في الفيستيبولار ديفيجن بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف. بعدين عندنا سادس حاجه، حاجه اسمها المينييرز ديزيز. المينييرز ديزيز ده او هو عباره عن ايه، زي ما هتاخده مع الكوكليا، انه الاندولينف اللي بينتجه هي حاجه اسمها الاستراي فاسكولاريس، دي بتكون موجوده في الكوكليا او في الكوكليار داكت. يعني بتنتج الاندولينف. فالاندولينف انتوا عارفين انه الكوكليا متوصله بالفيستيبولار سيستم، ففي مرض المينييرز ديزيز الاندولينف ده بينتج بكميات كبيره جدا، فكل مره يروح الاندولينف ده ينتقل الفيستيبولار سيستم بيكون داخل فيها بكميات كبيره جدا، فيقوم جاي زائق الكوبيولا بتاعت اللاترال سيمي سيركولار كانال او بتاعت السيمي سيركولار كانالز عموما، حتى الانتيرور والبوستيرور. فعلى طول العيان ده يجيلك يحس دايما ان عنده دوار، فجأة كده يكون قاعد بعدين يحس ان راسه كده بتلف لوحدها. ليه؟ نتيجة ان كل مرة بيجي فيها الاندو لمف ده بكميات كبيرة بيدخل في السوبر سيستم بكميات كبيرة جدا، يقوم جاي زائق التو كوبيو اللي انت عارفين انها بتبقى خفيفة، فيحس العيان بالدوار. بيقول لك البيشنتس وذ المينيرز ديزيز مي هاف ابروبت ريكارنت اتاكس اوف الفرتايجو اللي هو الفول سنسيشن اوف روتيشن lasting minutes to hours، ممكن يقعد معاهم من دقايق لساعات. وكمان الفرتايجو ده ممكن يكون معاه رينجينج في الاير، يعني العيان يحس كده بصوت رنين في الاذن كده. بيقول لك ان ابسي لاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس، ممكن كمان يحس ببعض الهيرنج لوس، ويجي له نيازيه وفوميتنج اند ا سنس اوف فولنس اور بريشر ان ذا اير، ممكن كمان يحس ان هو هيقع على الارض ويحس كان في ضغط في ودانه. مرض المينييرز ديزيز ده من احد الامراض المستفزه، يعني اللي بيسبب مشاكل كتير للعيانين. اخر حاجه عندنا ايرورز اوف ريفراكشن اللي هو مشاكل الابصار، اللي هو طول النظر، قصر النظر،
حتى احنا عندنا الشباب اللي زينا كده، لما واحد يقول لك انا حاسس انه انا على طول كده دماغي وحاسس ان انا دايخ ومش عارف ايه، بنبقى نقول بالذات للشباب اللي في سننا يعني انت عملت فحص نظر؟ طب لما يكون نظرك فيه حاجة، طب انت بتشوف كويس ولا حاسس ايه؟ دايما مشاكل الابصار بتبقى مترافقها الشعور بالدوران، ف ده نتيجة ميكانيزم معين هو مش عليكو، بس هي بتعمل استيميليشن السيمي سيركولر كانال بطريقة معينة، فدايما الناس اللي عندهم مشاكل في الإبصار بيبقى دايما حاسين بدوخة. ندخل في آخر حاجة عندنا في الكريستا أمبولاريس، وهي عبارة عن الإفكت أوف السيمي سيركولر كانال استيميوليشن. أول حاجة عندنا أتونوميك تشينجز، مسل تون تشينجز، الفرتايجو والفستيبولو أوكليار ريفلكس. الافكتس اوف السيمي سيركولار كانال استيميوليشن يعني ايه التغيرات اللي بتحصل عندي لما انا بعمل استيميوليشن للسيمي سيركولار كانال. اول حاجه عندنا اللي هي الاوتونوميك تشينجز، اللي هي تغيرات اوتوماتيكيه يعني بتحصل غصب عننا او كده كده انها بتحصل، زي عندنا النيازيه والفوميتنج والبراديكارديا والهايبوتنشن وايفن البالور. يعني بعض الاشخاص لما بييجوا يركبوا الاراجيح اللي في الملاهي او الالعاب اللي بتعمل روتيشن بيحسوا بالنيازيه والفوميتنج، ولو جينا نقيس الضغط بتاعهم اللي عندهم هايبوتنشن. طب ده بيحصل ليه؟ لانه احنا عارفين انه السنس اوف روتيشن ده بيبقى عباره عن باث واي ممتد من الانر اير لحد الكورتكس، بيطلع منه كولاترالز تروح للروتيكولار فورميشن في البرين ستيم. طب ليه الروتيكولار فورميشن بالذات؟ لان احنا عارفين بيبقى موجود فيها الكاردياك سنتر، الريسبيراتوري سنترز، عشان كده هي اللي بتبقى مسؤوله انها تعمل لي التشينجز دي. احنا عارفين عندنا يا دكاتره براديكارديا معناها ان ضربات القلب بتقل، مفيش حد يجي يقول لي انا بعد ما بركب الاراجيح في الملاهي او الالعاب بتاعه الملاهي وانزل من اللعبه بحس ان ضربات قلبي سريعه. طب بتحس ضربات قلبك سريعه ده بسبب ان انت كنت خايف من اللعبه او انت مش متعود ان انت تركب الحاجات دي، فحصل عندك سمباثيك استيميوليشن فزود الهارت ريت، فده استيميوليشن غير الاستيميوليشن احنا بنتكلم عنه هنا. احنا هنا بنتكلم عن السيمي سيركولار كانال استيميوليشن، يعني لو شخص هو كده كده متعود ان هو يركب الاراجيح ومتعود على الروتيشن، لو جينا نشوف ضربات قلبه او جينا نقيس ضغطه هنلاقي عنده هايبوتنشن وهنلاقي عنده ضربات القلب قليله. ضربات القلب اذا زادت ده معناها ان انت كنت خايف لما ركبت اللعبه، فده سمباثيك ستيميوليشن غير خالص الاستيميوليشن بتاع السيمي سيركولار كانال. تاني حاجه عندنا الماسل تون تشينجز، ودي عشان نفهمها احنا هنشوف لها الاول كده فيديو هيشرحه لنا دكتور ناجي، هيكلمكم عن او هيشرح لكم مثال على الاراجيح اللي احنا بنركبها في الملاهي ازاي المسل تون اتشينجز بتحصل اثناء الدوران. طيب المهم نفرض، بص معايا الارجوحه بتدور كده، يبقى اذا بالقوه الطارده المركزيه انا بترمي على بره الارجوحه بتفتح، فالبادي بيكمبنسيت ازاي؟ كلنا بيبقى تذكر كلنا بنبقى عاملين كده، لو انا بدور تو ذا رايت المرجيحه فاتحه كده كلنا نعمل كده. يعني ايه اللي حصل؟ زاد التون في نفس ناحية الدوران في الإبسي لاترال وقل في الكونترا لاترال سايد، زيادة التون في الإبسي لاترال نفس الناحية وقل التون في الكونترا لاترال. زي ما شفنا كده مع الدكتور ناجي في الفيديو اللي فات انه المسل تون او بيحصل انكريز للمسل تون ات ذا ستيمولييتد سايد، يعني بيحصل زياده للمسل تون في نفس ناحيه الدوران، وده بيحصل ليه؟ بيكون انت اتفقنا ان احنا عندنا باث واي ممتد من الانر اير لحد الكورتكس، فبيطلع منه كولاترالز. هتروح الكولاترالز دي لفين؟ هتروح للميديال واللاترال فيستيبولو سباينال تراكتس، وهتروح كمان للميديال روتيكولو سباينال تراكت. انتوا دول اخدتوهم في الاستريتش ريفلكس لو فاكرين، دول كانوا عباره عن فاسيلتاتوري تراكتس، فبنبعت اشارات على طول الباث واي اللي ممتد من الانر اير لحد الكورتكس، بيبعت فاسيلتاتوري ديستشارج بتروح along الانكروست ميديال اند لاترال فيستيبولو سباينال تراكتس، وكمان معانا الميديال روتيكولو سباينال تراكت. بينما عندنا المسل تون في الاوبوزيت سايد اوف روتيشن بيحصل له ديكريز بيقل، وده بيكون عن طريق ان احنا بنبعت كولاترالز لللاترال روتيكولو سباينال تراكت، فهي بدورها بقى بتبعت انهيبيتوري ديستشارج along الكروس لاترال روتيكولو سباينال تراكت عشان تقلل المسل تون في الاوبوزيت سايد اوف روتيشن. عارفين انه احنا كان عندنا قبل كده اخدنا عندنا الموتور تراكس، كان عندنا البيراميدال تراكت وعندنا الاكسترا بيراميدال تراكت. الاكسترا بيراميدال تراكت دي كانت بتحافظ على البادي بوستشر او
بتساعد في الإيكوليبريم. فاحنا اخدنا من ضمنهم الفيستيبولو سباينال تراكت والريتيكولو سباينال. طب معروف انا بتكلم النهارده عن الفيستيبولار سيستم، واحنا عارفين ان المسل تون ده بيكون عباره او نوع من انواع الاستريتش ريفلكس اللي كان بيكون سباينال ريفلكس. معناها انا هاخد تراكت من الفيستيبولار سيستم للسباينال كورد، فطبيعي ان انا يكون عندي فيستيبولو سباينال تراكتس. عندي مين؟ عندي الميديال واللاترال الاثنين اللي هما بيبقوا انكروست. ومين تاني معانا؟ معانا الريتيكولو سباينال، يعني بتطلع من الريتيكولو فورميشن لحد السباينال كورد تراكت، هي كمان بتزود المسل تون وبتكون انكروست يعني ات ذا سيم سايد، وطبعا هي عباره عن الميديال ريتيكولو سباينال تراكت. بينما المسل تون بيقل في الاوبوزيت سايد عن طريق الكروست لاترال ريتيكولو سباينال تراكت. يبقى احنا كده عندنا اربعه تراكت. الفيستيبولو سباينال بشقايها اللي هي الميديال واللاترال هيبقوا انكروست، يعني هيروحوا للسيم سايد وهيزودوا المسل تون. الريتيكولو سباينال تراك عندنا منها نوعين، الميديال ريتيكولو سباينال هي انكروست هتروح للسيم سايد وهتزود المسل تون، بينما اللاترال ريتيكولو سباينال هتروح للاوبوزيت سايد يعني هتعمل كروسنج وهتقلل المسل تون. ده بيقول لك ان هو بيساعد انك تسبورت البوستر ديورينج الروتيشن، فده بيساعدك انه انت ما يحصلكش فولينج داون تووردز اكتيفيتد سايد، ان انت ما تقعش وانت بتلف. تالت حاجه عندنا هي عباره عن الفيرتايجو، ودي قلناها المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، كانت عباره عن السنس اوف الروتيشن ان الابسنس اوف الاكشوال روتيشن، او كنا قلنا عليها هي ا فولس سنس اوف كاونتر روتيشن ان ذا ابسنس اوف ان ريل روتيشن، بتحس بالدوار الخاطئ في الاتجاه العكسي. طب هو ازاي بيحصل الفيرتايجو؟ قلنا كان بسبب الموفمنت اوف الاندونيمف باي المومنتم، حركه الاندونيمف اللي كانت بتحرك مع الكوبولا اللي موجوده في السيمي سيركولار كانال، فده كان بيديني شعور بالفيرتايجو. طيب ايه هي الاسباب او الحاجات اصلا اللي بتخلي الاندونيمف ده يتحرك؟ كان عندنا فيسيولوجيكال كوزز زي الستوبج اوف روتيشن، يعني ان بعد ما قلنا بعد ما بوقف الروتيشن الاندولينف مش بيوقف بيكمل، فبيزق الكوبولا بتاعت السيمي سيركولار كانال فبحس بالروتيشن. تاني حاجه عندنا اللي هو الديزيز بتاعت الانر اير، اي ديزيز يحصل في الانر اير ممكن يسبب حركه الكوبولا بتاعت السيمي سيركولار كانال فاحس بالفيرتايجو. عندنا برضو الموشن ثيكنس اللي هو دوار البحر، والاوفر دوز اوف الستريبتومايسين. الستريبتومايسين ده دواء لعلاج مرض السل. عائله المايسنز دي عموما اللي بيكون في اخرها كلمه مايسن، الادويه دي غالبيتها انها بتاثر في الانر اير، وممكن كمان ايفن انها تعمل هيرنج لوس مع الوقت يعني تبوظ الكوكليا. خامس حاجه عندنا الايررز اوف ريفراكشن، مشاكل النظر. وبعدين عندنا الكرونيك الكحوليزم اللي هي الناس اللي بتشرب خمره كتير، وده انتوا يعني حتى بنشوفه في التلفزيون لما كانوا بيجيبوا حد شارب خمرة او حاجه بيبقى دايخ كده وتحس عمال يتخبط يمين وشمال، ده بسبب انه برضه بيحصل ستيميوليشن للسيمي سيركولار كانال. بعدين عندنا الكالوريك اور الجالفانيك ستيميوليشن اوف السيمي سيركولار كانال. ملاحظين ان معظم الكوزز دي كانت عباره عن الستيمولانتس بتاعت السيمي سيركولار كانال اللي احنا قلناها في الاول، فهي نفس الاسباب بالظبط مفيش اي اختلاف. اخر حاجه عندنا اللي هي الفيستيبولو اوكليار ريفلكس، اللي هو ريفلكس ما بين الفيستيبولار سيستم لحد الاي، يعني العينين بتاعتنا هتتحرك. ده بيكون عباره عن ريفلكس بيتميز بانه في سلو كونجيوجيت اي موفمنت اوبوزيت تو ذا دايركشن اوف روتيشن. لا احنا نشوفها بفيديو احسن، ايه رايكم؟ دلوقتي دي عندنا دكتور ودي مريضه عنده، فهو هيقول لها انها تثبت نظرها في حته معينه في نقطة معينة يعني، وبعدين هيمسك راسها ويدورها يعني يعمل لها روتيشن، يعمل روتيشن للهيد. هيعمل روتيشن للهيد لفين؟ للرايت سايد. دي شوف خلي بالك ان دي كده ايديها اليمين ودي ايديها الشمال. هيعمل الهيد موفمنت تو ذا رايت. عايزك تبص لحركة عينيها، حركة عينيها او عينيها تروح فين؟ ناحية انهي سايد؟ ده اللي انا عايزاكم تركزوا فيه في الفيديو. شوفوا الدكتور بيقول لها ثبتي نظرك على النقطة اللي هناك دي، بعدين مسك راسها عشان يعمل لها روتيشن. شوف عمل لها روتيشن تو ذا رايت سايد. خلي بالك انه شوف لما عمل لها روتيشن للرايت سايد شوف عينها راحت فين؟ راحت هنا كده للليفت سايد. ده هو الفيستيبولو اوكليار ريفلكس، انه انت لما بتلف راسك في اتجاه معين عينيك بتتحرك للاتجاه العكسي. ده ليه؟ عشان تثبت الفيجوال فيلد، عشان تثبت
نظرك على حاجة معينة. شوف الدكتور كان في الأول قال لها يعني ثبتي نظرك على النقطة البعيد اللي هناك دي. فدي هي فايدة الفيستيبولو أوكليار ريفلكس. هنشوفها تاني. شوفوا أثناء الروتيشن أوف هيد عينينا بتتحرك للاتجاه العكس الاتجاه الدوران. فبيقول لك هو عبارة عن سلو كونجيوجيت. كونجيوجيت يعني مع بعض، يعني العين اليمين والشمال بيتحركوا مع بعض. اي موفمنت اوبوزيت تو الدايركشن اوف روتيشن. وده ليه؟ ده بيقول لك انه بيساعدك ان انت تثبت نظرك على تارجت معين when the head moves. طيب نشوف دلوقتي العينين بتاعتنا اصلا بتتحرك بايه. احنا عندنا اللي بيحرك العين يمين شمال فوق تحت، ده بيكون عبارة عن حاجة اسمها الاكسترا اوكولار ماسلز، الماسلز اللي ماسكه الاي بول. طيب احنا همنا دلوقتي الحركة اللي ناحية اليمين كده، او اللي هي ناحية الميديال لاين اللي بنسميها ادكشن، والحركة اللي بتكون لبره دي اللي هي بنسميها الابدكشن. طيب مين المصل اللي بتسحب العين بتاعي كده ميديالي او ناحية الميد لاين؟ دي بنسميها الميديال ريكتس. الميديال ريكتس دي كان بيغذيها اي عصب؟ كان بيغذيها العصب الثالث اللي هو الاوكيولو موتور نيرف، هو المسؤول عن تغذية الميديال ريكتس مصل. طيب المصل بقى اللي بتطلع عيني كده لبره اللي بتعملها lateral movement كده او بتعملها abduction كانت عبارة عن اللاترال ريكتس. اللاترال ريكتس دي مين اللي بيغذيها؟ العصب السادس اللي هو الابديوسنت نيرف. طيب نشوف مع بعض. انت لما دلوقتي شوفوا المريضة عندنا لما الدكتور عمل لها rotation of the head to the right side، عينيها الاتنين راحت to the left side، يعني العين الشمال راحت للليفت والعين اليمين كمان راحت للليفت. طيب العين اليمين مين المصل اللي اتحركت فيها؟ كانت عبارة عن الميديال ريكتس، يعني كان الأوكيولوموتور نيرف هو اللي حركها، بينما العين الشمال راحت ناحية الشمال بأي عضلة؟ بالريكتس، باللاترال ريكتس. لاترال ريكتس دي مين اللي بيغذيها؟ الابديوسنت نيرف، معناها ان انا اشتغل عندي تو نيرفز مختلفين، هو ده اللي بنسميه برضو الكونجيوجيت اي موفمنت، يعني عينيك تتحرك في نفس الاتجاه حتى لو كانت العضلات مختلفه. طيب كده فهمنا الفكره مع بعض. نيجي بقى نشوف الباث واي او اثناء الروتيشن. دلوقتي الاستيميوليشن كان عباره عن الهيد موفمنت او الهيد روتيشن، فحصل عندنا استيميوليشن لللاترال سيمي سيركولار كانال، انتقلت الامبلسز عبر الافرنت او اللي هو كان عباره عن الفيستيبولار ديفيجن اوف الفيستيبولو كوكليار نيرف، بعد كده راح النيرف ده على السنتر، السنتر بتاعه يكون في البرين ستيم اللي هو عباره عن الفيستيبولار نيوكليوس اللي بتكون موجوده في الابر ميدلا واللور بونز، بعد كده هنطلع بايفرنت فايبرز هنروح للاوكليو موتور نيوكلياي والابديوسنت نيوكلياي. ليه؟ عشان نحرك العين للاتجاه المعاكس لاتجاه الدوران عشان اعرف اثبت الفيجوال فيلد بتاعي. هو ده كان عبارة عن الفيستيبولو اوكيولار ريفلكس. الفيستيبولو اوكيولار ريفلكس ده جزء من حاجة مهمة جدا او من تالت موضوع كبير عندنا في المحاضرة بتاعتنا اللي هو عبارة عن النستاجمس. الفيستيبولو اوكيولار ريفلكس هو جزء من النستاجمس، يعني تتخيل معايا نستاجمس دي حاجه زائد الفيستيبولو اوكليار ريفلكس. طب يعني ايه اصلا نستاجمس؟ او النستاجمس دي من احد الموضوعات المهمه في الطب. ايه ده احنا عندنا نفس الصوره برضو، حد بيحرك عينه، بس النستاجمس مش عباره بس عن ان انت تحرك عينك slowly to the opposite side of rotation، لا انت كمان بترجعها، يعني لاحظوا العين راحت كده slowly بعدين جت كده fast، ده هي عباره عن نستاجمس، ان انت تمشي عينك to the opposite side بعدين ترجعها تاني to the same site. طيب فالنستاجمس بقى احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم اول حاجة عن الديفينيشن، يعني ايه اصلا نستاجمس؟ تاني حاجة عن الكومبوننتس بتاعت النستاجمس، تالت واخر حاجة هي الكوزز اوف نستاجمس، اسباب النستاجمس. طيب النستاجمس عندي كانت عبارة عن repetitive rhythmic slow movement of the eye to one side followed by a fast movement of the eyes in the opposite direction. يعني اثناء انا بعمل روتيشن المفروض انه عشان اثبت الفيجوال فيلد عينه تتحرك سلولي تو ذا اوبوزيت دايركشن اوف روتيشن، وبعدين بعد كده بترجع عيني تنط او ترجع تاني لوضعها الطبيعي، يعني انها بتروح لنفس ناحيه الدوران او ذا سيم سايد اوف روتيشن. فبيقول لك انا بيحصل عندي سلو موفمنت اوف ذا اي بوديها ناحية، بعد كده بيحصل عندي fast movement of the eyes in opposite direction، يعني عكس ال يعني slow، يعني اتجاه ال fast movement بيكون عكس اتجاه ال slow movement.
طيب عندك نوت كده بسيطة كاتبها لك، بيقول لك إنه أنا بشوف ظهرة النستاجمس دي at the start of rotation for about 30 seconds، ودي بسميها rotatory nystagmus، يعني أثناء الدوران عشان أثبت الـ visual field بشوف النستاجمس دي، وبشوفها كمان at the end of rotation، يعني بعد ما بنوقف دوار، يعني بعد ما بنخلص روتيشن بنشوف برضو النستاجمس دي، انه شخص كده عينيه بتروح وبتيجي. وده السبب يا دكاترة ان انت بعد ما بندور ونقف تحس كده ان انت مش قادر تركز، يعني تحس نفسك كده عمال تتخبط يمين وشمال وكأنك هتقع. ده بيبقى النستاجمس لها دور كبير في كده، انه انت مش قادر تركز، عينك مش قادرة تجمع. طيب الكومبوننتس بتاعت النستاجمس ده عبارة عن two component، ال slow component وال rapid component. طب احنا أول ما نتكلم عن ال components دي، خلينا أول حاجة نشوف فيديو يوضح لنا ال components بتاعت ال rotatory nystagmus، وده هيشرحه لنا دكتور ناجي. تخيل كده أنا قاعد بص على حضرتك، وبعدين فجأة هبتدي أدور. To fix the visual field، بص العناية كويس أوي، تلاقي العناية تتحرك slowly in opposite direction كده، وبعدين خلاص ما اقدرش اشوفك، فعلينا تروح نطه بسرعه عشان تشوف واحد تاني. يبقى كام كومبوننتس نستجمس؟ اتنين. يبقى كل مره بندور لو انا سبت عينيا كده مش هشوف حاجه خالص. ف السيمي سيركل كانال، عشان ودي حتى بتحصل لما اكون بكلمك وتهذبا انا بربط الكرافته وبعمل كده، يعني ايه راجل وانا بكلمك عشان اثبت عليك لازم عيني تروح in the opposite direction slowly. مين اللي بيعمل الامبلز دي اللي بتسميسيكا كونيز؟ فانا وانا بدور عاوز يعني اتمتع بالنظر الى بهاء حضرتك. يلا خلينا نضحك شويه. يبقى انا بدور الناحيه دي، عيني بتتحرك slowly in opposite direction، صح؟ بعد شويه ما اقدرش اشوفك، عاوز اشوف واحد اخر، فانا اتحرك rapidly on the same direction. يبقى نستجمس two components، slow component in opposite، وبعدين رابد الناس، وبعدين بعد الشخص لما ابص له هيحصل نفس الكلام، اثبت عليه شويه سلولي وبعدين اخد اللي بعده. يبقى ما هي النستاجمس؟ سيريز اوف جيركي اي موفمنتس. يبقى النستاجمس زي ما شفناها مع دكتور ناجي كانت عباره عن تو كومبوننت، سلو كومبوننت، وده كان عباره عن نفس الفيستيبولو اوكلير ريفلكس، اللي هو كان عبارة عن إن أنا بحرك عيني slowly to the opposite direction of rotation، وده ليه؟ عشان maintain ال visual fixation. تالت component عندنا كان عبارة عن ال rapid component، وده بيحصل rapid jumping of both eyes in the same direction of rotation. بيقول لك إن ال rapid component is generated by a reticular formation in the brain stem. لما اقول لك السلو كومبوننت بتاع النستاجمس هو عباره عن ايه، تقول هو عباره عن الفيستيبولو اوكلير ريفلكس او فيستيبولار ريفلكس، بينما الرابط كومبوننت ده عباره عن ايه، ده عباره عن ريتيكولار ريفلكس، يعني الريتيكولار فورميشن اللي موجوده في البرين ستيم هي اللي بتبعت امبلسز للاي عشان تعمل الرابط كومبوننت اوف نستاجمس. السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحان. بيقول لك ان الريتيكولار فورميشن اللي في البرين ستيم دي بتتشارج تو النيوكلياي اوف ذا ثيرد اند سيكس كرينيال نيرفز through the medial longitudinal bundle between the rapid jumping of both eyes in the same direction of rotation. انتوا عارفين انه او هتاخدوا بعدين او مش عارفه خدته ولا لا بصراحه، ان عندنا الاوكولوموتور نيرف والتريكولر نيرف والابديوسنت نيرفز، اللي هي النيرفز اللي بتتحكم في الموفمنت بتاعه الاي، بيبقوا كلهم ماسكين ببعض في حاجه اسمها الميديال لونجيتودينال باندل او الميديال فيسيكولاس، زي فايبرز كده بتبقى مربطاهم مع بعض النيوكلياي دي في البرين ستيم عشان يشتغلوا يعني كوحده واحده. خلصنا الكومبوننتس بتاعت النستاجما، نروح بقى للكوزز اوف نستاجماس. عندنا فيسيولوجيكال كوزز وباثولوجيكال كوزز. فيسيولوجيكال كوزز اول حاجه عارفينها وقلناها قبل كده كتير، اللي هي الروتيشن الانجولار اكسلريشن، اثناء الروتيشن انا بيحصل لي نستاجماس عشان اثبت الفيجوال فيلد، وبعدين بعد كده خلاص ما عدتش اقدر اثبتها اكتر من كده، فبستخدم الفاست كومبوننت عشان انتقل للشكل اللي بعد كده او انقل عيني في الاتجاه اللي بعد كده. تاني حاجة عندنا بنشوفها في اثناء اللوكينج فروم ذا ويندو اوف ا رابيد موفينج كار، يعني انت دلوقتي انت راكب سيارة دلوقتي وماشي بسرعة وعمال تبص من الشباك مثلا على الشجر اللي بره، فانت لو قعدت قدام حد ولاحظت حركه عينيه هتلاقيه ان هو عينيه بتتحرك slowly to the opposite direction، يعني هو كانه بيمسك اول شجره
وبيفضل ممشي عينه بالسلو كومبوننت، بعدين خلاص بقى مش قادر يشوف الشجره دي، عايز ياخد الشجره اللي بعدها، فتنط عينه بالفاست كومبوننت وتاخد الشجره اللي بعدها. بعدين برضو نرجع، هتفضل الشجره التانية دي عينه تستخدم السلو كومبوننت عشان تفضل متابعه الشجره دي، بعدين خلاص بقى ما عادش يقدر يشوفها، فتنط عينه بالفاست كومبوننت وتروح لتالت شجره، وهكذا بقى يقعد يمسك شجره شجره لحد ما، او عمود عمود لحد اخر الطريق. دي فدي عباره عن فيسيولوجيكال نستاجمس، بتحصل عادي كل معانا كلنا. باثولوجيكال كوزز عندنا الليجن اوف الفيستيبولار نيرف او الفيستيبولار نيوكلياي. انتوا عارفين انه النستاجمس، او زي ما احنا قلنا، في منها فيستيبولار ريفلكس وريتيكولار ريفلكس. فلو حصل عندي along الفيستيبولار نيرف ده اي حاجه، اي irritation، او حصل اي حاجه، بشوف ظاهرة النستاجمس. تاني حاجة عندنا اللي هي السيربيلر ديزيزز. ان احنا عارفين ان السيربيلم بيبقى ليه علاقة بالإكوليبريم لما أخدتوه. في أي مشاكل أو أي ديزيزز في السيربيلم بتعمل لي حالات خاصة من النستاجمس، أو النستاجمس دي لها كذا تايب. انتوا مش مطلوب منكم التايب ده، إن شاء الله تاخدوه في الكلينيكال. فأمراض المخيخ بتبقى مصحوبة بأنواع مخصصة من النستاجمس. طيب كده خلصنا تالت موضوع عندنا، ندخل في آخر موضوع عندنا اللي هو عبارة عن النيرفس كونكشنز. ده عندنا كده البرين ستيم، دي عندنا المظلة، وهنا كده البونز، وهنا الميد برين، هنا كده عندي الثالاموس، وبعدين عندي الكورتكس فوق. لاحظ معايا ان انا كده عندي الفيستيبولار سيستم، وهنا كده عندي الفيستيبولار جانجليون، ولما ندخل في البرين ستيم هنلاقي عندي الفيستيبولار نيوكلياي. عايزك تلاحظ معايا كمان ان انا عندي هنا كده الاوكولوموتور نيوكلياس والتوريكولار نيوكلياس والابديوسنت نيوكلياس، اللي هم النيرفز اللي بتتحكم في حركه الاي. لاحظ معايا ان هم متوصلين ببندل او بفايبرز كده مسكاهم كلهم مع بعض، دي اللي احنا بنسميها الميديا لونجيتيودينال بندل او الميديا الفاسيكولاس. دي بتبقى ممسكه مع بعض زي ما قلت لكم عشان العين تتحرك بشكل متناسق، فبيشتغلوا كوحده واحده. بحيث زي ما قلت لكم، انا ممكن اشغل الاوكلوموتور نيرف مع الابديوسنت نيرف بتاع الناحيه التانية، ممكن اشغل النيرف الفلاني بتاع الناحيه اليمين مع النيرف الفلاني بتاع الناحيه الشمال، مش لازم استخدم نفس النيرف. فاللي بيخلي الاشارات ما بينهم كده متناسقه هو الميديا لونجيتيودينال باندل. طيب انا عندي الباثوي المشترك بتاع كل الاحساسات او كل الكلام اللي فات اللي احنا قلناه، هو ان انا بيبقى عندي الفيستيبولار اباريتس من الماكيولا اللي في اليوتريكال والساكيول، او من سواء من الكريستا امبولاريز اللي جوه السيمي سيركيولار كانالز، هيطلع عندي الفيستيبولار ديفيجن او الفيستيبولو كوكليار نيرف، صح؟ يبقى انا كده عندي الفيستيبولار نيرف. بعد كده هيخش في حاجه اسمها فيستيبولار جانجليون، هيروح يعمل ريلي في الجانجليون. بعد كده هيخش البرين ستيم في حاجه اسمها الفيستيبولار نيوكلياي. يبقى ده هو القاسم المشترك ما بين كل الباثويز اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انا عندي فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجلون، فيستيبولار نيوكلياي. وطبعا الريسبتور كان عندي كان عباره عن الهير سيلز اللي بتكون في الماكولا او في الكريستا امبولاريس، ده احنا خلاص متفقين عليه. طيب احنا اخدنا ايه من النهارده من الباثويز؟ اخدنا السنسيشنز اللي هو الهيد بوزيشن ان ذا سبيس، اخدنا المحاضره اللي فاتت، والروتيشن كمان، واخدنا الفيرتايجو. دي كلها عباره عن سنسيشنز، احساسات. احنا عارفين ان السنسيشنز كلها لازم توصل للكورتكس، فمعناها انا يطلع عندي كده برانش من الفيستيبولار نيوكلياي ويروح للثالاموس اوف ذا اوبوزيت سايد، بعدين الكورتكس. زي ما خدنا في السنسوري سيستم، انا بروح للثالاموس اوف ذا اوبوزيت سايد وبعدين الكورتكس. نفس الكلام اللي احنا قلناه في السنسوري سيستم ما اتغيرش في حاله السنسيشنز. طب اخدنا ايه تاني؟ اخدنا الاوتونوميك تشينجز اللي هو كانت عباره عن النيازيه والفوميتنج والبراديكارديال هايبوتنشن البالور، ودي كانت عباره عن الفيستيبولو ريتيكولار تراكت. قلت لكم ان اثناء الباث واي من الانر اير لحد الكورتكس فوق كنت بادي برانشز او كولاترالز للريتيكولار فورميشن، فمعناها فيستيبولو ريتيكولار تراكت، كنت بطلع كولاترالز. دي اللي كانت بتخليني احس بالنيازيه والفوميتنج والهايبوتنشال والكلام ده كله اللي بتعمل لي اوتونوميك تشينجز. تالت حاجه كنا اتكلمنا عن الماسل تون تشينجز، قلنا ان انا عندي تو تراكتس، الريتيكولو سباينال تراكت، وكان عندي الفيستيبولو سباينال تراكت اللي هي نازله كده من الفيستيبولو نيوكليار رايحه للسباينال كورد. كان عندنا الريتيكولو سباينال تراكت كانوا اتنين، والفيستيبولو سباينال تراكت كانوا اتنين. قلنا الميديال واللاترال فيستيبولو سباينال تراكت كانوا انكروست، وكانوا بيروحوا للسيم سايد اوف روتيشن، وكانوا بيزودوا المسل تون، بينما الريتيكولو سباينال
كانت الميدال روتيكولو سباينال ان بتبقى ان كروست، بتروح تو ذا سيم سايد وبتزود الماسل تون. من عند اللي مختلفه فيهم كانت عباره عن اللاترال روتيكولو سباينال تراكت، دي كانت كروست بتروح للاوبوزيت سايد وبتقلل التون، بتقلل الماسل تون. خلصنا الماسل تون تشينجز. اخر حاجه كانت عندنا هي النستاجمس، وكان لها تو كومبوننت، السلو كومبوننت اللي كان عباره عن الفيستيبولو اوكليار ريفلكس، وده كنا متكلمين عن الباثوي بتاعته في السلايدات اللي فاتت. وعندنا الرابت كومبوننت، الرابت كومبوننت ده يركز انه ريتيكولار ريفلكس عشان لما يلخبطك في الاسئله. السلو كومبوننت بتاع النستاجمس اللي هو كان عباره عن فيستيبول اوكلير ريفلكس، نفس الباثوي قلناه اللي هو الفيستيبولار نيرف وفيستيبولار جانجل وفيستيبولار نيوكلياي. نطلع بقى من الفيستيبولار نيوكلياي، هيطلع عندنا برانش ويروح للميديال فاسيكولاس او الميديال لونجيتودينال باندل اللي هي مشبكه النيرفز بتاعت الاي مع بعض، وده هنعرفه بالتفصيل في السلايد اللي جايه. انا لما بيحصل عندي روتيشن، نفترض ده الرايت سايد وده الليفت سايد، لما بيحصل روتيشن تو ذا رايت سايد فمعناها بيحصل استيميوليشن للرايت سيمي سيركولار كانال اللي بتبعت الونج الرايت فيستيبولار ديفيجن او الفيستيبولو كوكليار نيرف، وبروح للرايت فيستيبولار جانجليون بعدين فيستيبولار نيوكلياي في البرين ستيم. الفيستيبولار نيوكلياي بقى في البرين ستيم او الرايت فيستيبولار نيوكلياي في البرين ستيم بتبعت للابديوسنت او للابديوسنت نيوكلياي اوف ذا اوبوزيت سايد، تبعت لها برانش، فبيروح يبعت بعد كده اشارات لللاترال ريكتس عشان يحرك العين سلولي تو ذا اوبوزيت دايركشن. خلي بالنا ان احنا بنتكلم في فيستيبولار اوكولار ريفلكس يعني سلو كومبوننت مش الرابت، احنا بنتكلم هنا في السلو. فهشغل اللاترال ريكتس ماسل بتاعت العين الشمال عشان اجيب عيني كده لاترالي، وفي نفس الوقت احنا متفقين انه النيوكلياي بتاعت الاي نيرفز، النيرفز اللي بتتحكم في الاي بيبقوا ماسكين مع بعض بميديال لونجيتودينال فايبر، فبرضه ده هتبعت الابديوسنت النيوكلياي هتبعت امبلسز الونج الميديال لونجيتودينال باندل للاوكليوموتور نيوكلياي اوف ذا رايت سايد، اللي بعد كده هتبعت امبلسز للرايت ميديال ريكتس ماسل عشان اسحب عيني اليمين كده ناحيه الشمال، فيحصل عندي السلو موفمنت اوف ذا اي. بينما اتفقنا ان الرابت كومبوننت بيحصل بريتيكولار فورميشن، يعني الريتيكولار فورميشن بتبعت كولاترالز للاي نيرفز او للنيوكلياي بتاعت الاي نيرفز عشان بعد كده ترجع العين للوضع الاصلي او تجيبها فاست كده تو ذا same direction of rotation. احنا كده نكون خلصنا محاضرتنا يا دكاترة، خلونا نحل شوية أسئلة كده مع بعض على المحاضرة النهاردة والمحاضرة اللي فاتت ونختبر مدى فهمنا للإكوليبريم. أول سؤال عندنا بيقول الكوبولا of the lateral semicircular canal بيدستشارج when deviates toward the utricle ولا discharge when linear vertical acceleration ولا discharge with linear horizontal acceleration ولا بيحصلها discharge when deviates toward the canal. لحظة، بتكلم عن lateral semicircular canal، يبقى الإجابة هتكون هي الإجابة رقم واحد لأنه قلنا بيحصل stimulation لما الكوبولا تروح toward the utricle، يبقى بقية الإجابات دي كلها غلط. تاني سؤال عندنا بيقول which of the following would be true as regards the macula of the utricle، ايه الاجابات او ايه هي الاختيار الصحيح. whenever activated impulses are discharged only to the spinal cord are important for a dynamic equilibrium its hair cells are hyperpolarized when stretched ولا detect the horizontal linear acceleration of the head. الإجابة الصحيحة عندنا طبعا إنه هي بديتكت ال horizontal linear acceleration اللي بتبقى زي ما قلنا موجودة في ال horizontal plane، بينما كل الإجابات الباقية غلط. هو إيه معنى هنا كلمة ال dynamic equilibrium؟ بصوا يا دكاترة، احنا ال equilibrium عندنا نوعين، نوع اسمه static equilibrium ونوع اسمه dynamic equilibrium. اعرف دلوقتي أو اعرفها معلومة وخلاص إنه ال dynamic equilibrium دي وظيفة ال semicircular canals، بينما الستاتيك إيكوليبريم دي بتبقى وظيفة الفيستيبيول أو اللي هي اليوتريكال والساكيو. مش مهم ندخل في أي تفاصيل خالص، مش مطلوبة منك، بس السؤال ده كان جيلنا في امتحان، يعني هو ده فعلا سؤال امتحان جالنا فعلا، فأعرف المعلومة دي بس كده وخلاص، مش لازم نخش في تفاصيل معقدة. تالت سؤال عندنا بيقول as regards the rotatory nystagmus، سؤال عن النستاجمس، يقولك it is a manifestation of the upper motor neural lesion
Its slow component is in the same direction of rotation. Its rapid component is in opposite direction of rotation. While its slow component is a vestibular reflex. عندنا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرابعة، إن فعلا slow component بيبقى vestibular reflex، بينما الرابت كومبوننت زي ما قلنا بيبقى ارتكولار ريفلكس. بنلاقي الاجابات التانية دي كلها غلط. السؤال الرابع بيقول لك which of the following will produce maximum excitation of the hair cells in the left horizontal semicircular canal. لاحظنا احنا بنتكلم عن left. bending the stereocilia away from the kinocilium, hyperpolarization of the hair cells، ولا rapid ascent in an elevator، ولا rotating the head to the left. يبقى فعلا عشان اعمل اكسايتيشن للهير سيلز بتاعه الليفت هوريزونتال سيمسيركولار كانال طبعا هعمل روتيشن للهيد تو ذا ليفت، بس كل الاجابات الباقيه دي غلط. السؤال الخامس بيقول all occur in association with the semicircular canal stimulation except الابسيلاترال اكستنسور هايبوتونيا، vomiting، نستاجمس، ولا نيازيه. يبقى الفوميتنج بتحصل مع الاستيميوليشن اوف السيمسيركولار كانال، والنستاجمس بتحصل برضو مع الاستيميشن اوف السيمسيركولار كانال كمان نيازيه. يبقى مين الغلط؟ ايوه هي الاجابه الاولى الابسيلاترال. احنا مش بيبقى فيه هايبوتونيا، بيبقى فيه هايبرتونيا اللي هو يعني زياده المسل تون. ده بنزود التون في الابسيلاترال سايد اللي هو نفس ناحيه الدوران. السؤال السادس what are the ions that share in the hair cells excitation. اعتقد احنا زهقنا من الايون ده. ايه رايكم الصوديوم اند الكلورايد انفلاكس، ولا البوتاسيوم والكالسيوم انفلاكس، ولا الكالسيوم والبايكربونات، ولا الكلورايد اند البوتاسيوم؟ طبعا البوتاسيوم والكالسيوم. طبعا انتوا عارفين ان الديبولاريزيشن عندنا بيبقى سببه في العاده صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم كالسيوم، بينما الاير اعكس بقى، احنا مش هنحط صوديوم، هنحط بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم كالسيوم. يعني ممكن يكون عندي شويه كالسيوم يساهموا في شويه ديبولاريزيشن، بس طبعا الاساس عندي هو البوتاسيوم. السؤال السابع بيقول لك الكريستا امبولاريز ان ذا هوريزونتال سيمي سيركلر كانال ميديبولارايزد وذ ذا ستيريو سيليا ديفييتد اواي فروم ذا كاينوسيليوم، ولا الكاينوسيليوم لايز توورد ذا يوتريكال، كونتينز ا سنجل ستيريو سيليوم هاز مالتيبل كاينوسيليوم. قلنا في الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال عشان اتكلمنا عنها كتير النهارده فهي بتحبنا ودايما بصلنا، يعني الكاينوسيليوم لايز توورد ذا يوتريكال، دايما باصص ناحيه اليوتريكال، بينما الاجابات الثانيه طبعا كلها غلط. السؤال الثامن بيقول لك ان السيم سيركل كانز all active at the beginning of rotation the end of rotation both one and two none of the above. امتى بيحصل stimulation يعني امتى بحس ان انا بدور؟ طبعا both واحد and اتنين. لا انت بداية الدوران اول ما بتبتدي الدور بتحس ان انت بتدور، تاني حاجة في نهاية الدوران لما قلنا ان احنا بنحس بحاجة اسمها الفيرتايجو، فدي ساعتها فعلا بيبقى يحصل stimulation للسيم سيركل كانال، فعشان كده الاجابة واحد واتنين هما الاتنين صح. السؤال التاسع بيقول maintain the visual fixation during the rotation is the function of first component of nystagmus ولا slow component of nystagmus both of them none of them. طبعا slow component انت بتثبت نظرك بالslow component، بعد كده نتيجة ان انت خلاص ما عدتش بتقدر انت تثبته اكتر من كده بتبدأ تستخدم بعد كده fast component of nystagmus. السؤال العاشر بيقول فراغ is repetitive rhythmic movement of the eye observed at the end of period of rotation اللي هو عبارة عن الفرتايجو، ولا الروتاتوري نستاجمس، البوست روتاتوري نستاجمس، ولا none of the above. هو احنا كده واضح ان هو تعريف النستاجمس، بس يا ترى هو روتاتوري ولا البوست روتاتوري؟ مدام at the end of rotation يبقى اكيد هو البوست روتاتوري نستاجمس. كل الاجابات الباقية دي غلط. السؤال الحادي عشر بيقول الماكولا اوف الساكيول از امبورتنت ان فولوينج كيسز اكسبت لاينج داون، سويمينج، هوريزونتال لينير اكسلريشن، ولا الفيرتيكال لينير اكسلريشن. يبقى الاجابه الصحيحه هي الاجابه الثالثه، عشان الساكيول بيشتغل عند اللاينج داون وعند السويمينج وعند الفيرتيكال لينير اكسلريشن. مين اللي كان بيشتغل مع الهوريزونتال لينير اكسلريشن؟ كان الماكولا بتاعت اليوتريكال. الاجابات الباقيه دي كلها غلط. السؤال الثاني عشر بيقول sudden forward horizontal movement results in displacement of the autoconia forward stretching all the hair cells of the macula. لاحظ معايا انه بيقول لك sudden forward horizontal movement يعني انت تحركت في الهوريزونتال بلين بشكل sudden، يعني كانك كده ركبت اتوبيس او حاجه وفجاه اتحرك ناحيه الامام. فهل الاوتوكونيا
هتروح فورورد وتعمل ستريتشنج للهير سيلز اوف ذا ماكيولا؟ طبعا فولس. لما انا بتكلم عن كاني راكب اتوبيس او راكب طياره، اتفقنا ان ده نوع من انواع الاكسلريشن، وفي الحاله دي بيبقى هوريزونتال لينير اكسلريشن، معناها انه بالانيرشيا بالقصور الذاتي الاوتوماتيك ميمبرين هيروح لورا باكورد، يعني كلمه فورورد دي هي اللي غلط، معناها كده الاجابه عندي فولس. السؤال الثالث عشر بيقول الكاينوسيليوم اوف ذا سوبيرو سيمي سيركولار كانال لايز توورد ذا يوتريكال. اتفقنا ان السوبيرو سيمي سيركولار كانال دي ما جبناش سيرتها خالص، عشان كده هي بتبقى زعلانه مننا موديه وشها بعيد، فالاجابه هنا فولس. السؤال ال 14 بيقول in the start of rotation from right to left، يعني انت بتعمل rotation to the left side، the endolymph moves in the same direction but after 30 seconds it starts to move in the opposite direction. طبعا الإجابة false، انت عند بداية الدوران ناحية ال left side ال endolymph هيروح to the opposite side مش ال same side، to the opposite side by its inertia، وبعدين بعد مرور 30 ثانية هيبدأ ان هو الكوبليا تكتسب حركة الاندولينف فيترجع زي ما كانت، ولما عند الستوبج اوف روتيشن هتبدأ بعد كده الاندولينف يروح في the same direction of rotation. يبقى احنا عندنا الاجابة فولس، نركز في الترو فولس عشان ما نتلخبطش. اخر سؤال عندنا بيقول both components of nystagmus are controlled through the vestibular apparatus. دي الاجابة طبعا غلط، اللي كان بس عبارة عن vestibular reflex كان ال slow component، بينما ال fast component كان عبارة عن reticular reflex. وبكده يا دكاترة نكون وصلنا لآخر المحاضرة بتاعتنا، لو حد عنده أي سؤال اكتبونا في الكومنتات واحنا بإذن الله هنرد عليكم. أرجو لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.